ان شاء الله طول بالك، كل شيء بالرواق بصير. مين سمحتكم تفوتوا لهون؟ ليش عم تعيط استاذ؟ من غير ما نكثر حكي، تحمل جماعتك وتمشوا من هون. انت بأي صفة عم تحكي معي هيك؟ هلا بتعرف بأي صفة عم حكيك. ترجع لعند اللي بعتك ومين ما كان يكون. وتقول له على لساني قبل ما يخلص العرض ما حدا له فوتي لهون، ومو مسموح لحدا يعطلنا. أنا معي أمر رسمي، كفوا شغلكم شباب. فهمت شو قلت لك ولا لا؟ مو مسموح لحدا يعطلنا. طول بالك استاذ، ما بقى الا تضربنا. مشان ما توصل للضرب خذ جماعتك وامشوا من هون. محمود خلي الشباب يرجعوا كل شيء مثل ما كان. حاضر. هيك عم تكبلها كثير. ها خليكم بشغلكم شباب. واضح انك ما بتفهم عربي، انت وجماعتك اللي كبرتوها. ما بتحترموا جهد حدا. رجعوا الديكور مثل ما كانوا وقيموا لي اسبالي من هون. انا رح ساعدهم ترجيع الديكور. استاذ كمال شو هالمسخره اللي عم تصير؟ انت عرفت بالاول شو ظرفهم للجماعه؟ شو ما كان ظرفهم؟ ما بيحق لهم انه يزتوا لنا ديكورنا برا ويعطلوا لنا شغلنا ويروحوا لنا تعالى. ولا حضرتك جاي تدافع عنهم؟ امبارح وصلنا منهم كتاب رسمي خبرونا انه بدهم يسترجعوا القاعه من شان ترميمها. بس كان الاتفاق لحتى تخلص المسرحيه. يا استاذ احمد هلا اختلف الوضع واستجدت شغلات جديده. صار الموضوع متعلق بمصلحه البلد وهذا مثل ما بتعرف فوق كل اعتبار. هلا المسرح وشغلنا صاروا ضد مصلحه البلد. لا تفتح علي النار، مو انا المسؤول. جهه رسميه وصلتها بعثه ترميم مجانيه بتكلفها بالميته 3-4 ملايين. شو بدك يعني قولوا اسفين؟ عاطينا لمخرج مسرحي عم يعمل فيها مسرحيه؟ يقولوا لهم هذا الكلام احسن ما يخربوا شغل العالم اللي حطوا دم قلبهم عليه. كلنا بنشتغل بالفن وبالمسرح وبنعرف انه مو حلو الفنان يفكر بحاله وبس، لازم يفكر بغيره كمان. هذا موجه جديد اول مره بسمع. هلا انت جاي من طرفهم فهمني. كيف صراحه استاذ كمال؟ انت مع العرض بعد بكره ولا بدك اياه يلتغى نهائيا؟ يا اخي ليش لا يلتغى؟ هلا لما يكون شغلك بده يروح على البلد عمله صعبه، يعني حليب ودواء وطحين، المفروض تتنازل شوي. حلوة هي شغلة الدواء والحليب. وين كانت هي الحمية لما كانت تنصرف ملايين ليرات على فن متخلف؟ شغلنا هاد مو حقوق هاي. كل اللي عم بطلبه شوية تنسيق وشوية تخطيط. في عندي مسؤوليات ما بقدر اتراجع عنها. كل اللي عم بطلبه منك انك تنقل ديكورك لشي مسرح من المسارح. وبعدين لعلمك الناس عم تيجي لهون وهي خايفة من البرد والحشرات. ولا تنسى انه الأردني هون مقطوعة. ومع ذلك ما عم يبقى ولا مكان فاضي. خلينا نكون واضحين استاذ كمال. القصة مو قصة نقل عفشة وديكور. القصة قصة مبدأ. واتفاق مو مسموح لحدا ابدا انه يخل فيه. بعدين الممثلين والفنيين تعودوا على المكان ونقل العرض بيسيء للعرض نفسه. والناس كلها صارت تعرف انه العرض هون. شوف استاذ. الموضوع ببساطة بينحل بينك وبينهم إذا ما بدنا نعمل له أبعاد وذيول. إذا أصريتوا على نقل العرض راح أعتبرها حركة موجهة ضدي شخصيا. واضح إنه كلامنا ما راح يجيب نتيجة. مر لعندي بكرة بشوف لك مسرح فاضي تعرض فيه. ما راح يتغير شيء. العرض بعد بكرة وهون.